خليك لو رجع بك الزمن مثلا، شنو الاشياء اللي راح تقدر انه تصححها بالمستقبل؟ والله استاذ علي، اول ما اصحح مساله زواجي من المراه اللي هي الاولانيه نقدر نقول عليها، اللي سحبت ولدي يمها وما خلتني احد يداريني بهاي الفتره الكبر مالتي، وخسائري الفلوس اللي راحت من عندي، قلت اذا وقعت هم ولدي يسندوني باشر عقبه. فاصحح الاخطاء اللي كمساله الزواج، يعني ظلت يمي 5 سنين 7 سنين وهي وضعيتها ما مرتاح وياها، قطع عندها هلا وانتهى الموضوع، وانا اسحب ولدي يمي ما اخلي ولدي الها. يعني هذا تعتبر انه هو الخطا؟ ايه هو هذا الخطا الرئيسي دخلت بيه انت. ايه هو هذا الخطا اللي صار علي بسبب الزواج. ربما تكون انت السبب. ربما انا ما مخطئ وياها ودللتها. يعني ما خطأت؟ ابد. دللتها دلال، ربما جوز حكايه تسمع شايتين ثلاثه اربعه كل مره، رجال اكو ما اقول لك مصارين معده تتعارك. ماكو رجال ومره ما يتعاركون او ما تصير خلافات بيناتهم. كل بيت فيه خلاف، بس البيوت لها اسرار. يعني انا مو اتعارك واروح افضح مرتي، والله مو خوش عادميه وكذا وكذا. يو هي تروح تفضحني بانه اني كذا وكذا وكذا وضربتها وقتلتها وتعديت عليها بدون سبب. ف كل بيت له سره ما اجي اطلعها برا. والخطا الثاني تريد تصححه؟ كان اكمش ايدي واعتمد يعني اكثر على المبالغ اللي كانت جوا ايدي. مبذر؟ مو مبذر، انما ينكسر خاطري على فلان وفلتان وناس هوايه، ينكسر خاطري ما اتحمل اشوف بشر حالته ضعيفه وانا عندي بجيبي فلوس اذا ما اعطي. وينهم ساعدنك؟ كلهم تخلوا، كلهم ناس ساعدتهم حتى بسبع البور، والله ناس واقعه على درجه وما شفت من عندهم 1000 دينار من وقعت انا. اي والله كانت عندي حتى سيارة بيها خير، سيارة حديثة راحت من عندي بسببها من زواجها الأخيرة. مرة تزوجت مرة ثانية؟ تزوجت فيه امرأة يعني مبذرة، جبت واحدة تبذر نوعا ما. يعني اكو مواضيع يمكن لازم نستطرق لها، يعني شغلة بينات نصير الكلام قبل ما اعرضها عليه. يعني حتى واحد من ولدها تجرأ يسرقني، سرق مبالغ من عندي وسكتت له الخاطر امه، ولا اشتكيت عليه ولا رحت ولا كل شيء، لان يعني هي ترجتني وتبكي تعرف المراه واني وخطيه وهذا ابني والفلوس صرفهن وبعد شو اسوي له؟ كسرت خاطري. قلت يا الله بالله لا اشتكي عليه ولا اروح احكي عليه ولا اجيب طاريه قدام اي واحد، انتهى الموضوع على مال من بعد هذا. بنفس الوقت جازتني مو خوش مجازات، كل فتره استاذ علي تفلت من البيت تطلع تعوف البيت تطلع عند قرايبي رايحه، او ما تقول لي تطلع واني اجيها ادور علي اجي عند قرايبي، عند بيت من قرايبي قاعده يمهم اروح اجيبها واجي. والله يعني انت زواجين؟ اي ما نجحت؟ فشلت. فشلت بيهم؟ اي. توقع الخطا منك او منهم؟ والله تريد الصراحة أستاذ، أنا أشوف الخطأ كله منها. وما حد يشوف أخطائه. ما يخالف أستاذ علي، بس نوعا ما أنا ما قصرت وياهم ولا من النوع اللي تعديت عليهم ولا النوع اللي ضاربت وياهم وقاتلت وياهم، فأحس أنا مثلا ما مقصر وياهم. بعد الله أعلم بالموضوع. شي حاب تصححها بعد؟ والله استاذ هي بس اللي ما عندي شخص، يعني الشغلات الباقيه راجعه لي وانا احس نفسي ما عندي في الاشكال ويا احد او ويا عالم ويا. طيب بس اذا جاك ولدك ورادوك تروح وياهم؟ هسه؟ وما يذلوني؟ قالوا احنا نريدك وانت تبقى ابونا. مو اذا مساله ارجع وانذل ويوم اكو لقمه يعطوني ويوم ماكو لا ما ارجع. أظل هنا بس يعني وراي علاجات سكر وضغط مريض. ذلوك؟ إذا أدز علي على لقمة من الظهر لهسة لحد ما شفتكم، يعني كل شيء ما ماكل للصبح ولا الظهر ولا هسه.
وانا مخابر من الصبح على المعيشه اللي لما قلت ولدي ما عندي اكل بابا وين اروح؟ احنا طبيعتنا ما حش حصل استاذ ما عندي ايدي انا قدي ايفار ما عندنا شي طبيعه احنا ابن القرنيه انا ما عندنا شي طبيعه نقدم من الناس تعرفون شفت مع المواكب اروح اخذ العلم واكله له احد اجى شال لي حاجه لقمه طياني اكلها واسكت ماكو خلاص ماكو اسكت ان شاء الله ما تندر خلاص ما اريد ان ادخل لك المواضيع والالم هذا مكانك انت معزز مكرم ان شاء الله لي شرف وعلى راسي وافتخر ان شرف والله العظيم وافتخر بنفسي شرف معرفتكم ومعرفتك الله يوفقك الله يطول بعمرك انت الشرف والله الحمد لله على كل حال الحمد لله طبعا كانت حالتين طبعا متفرقه والحمد لله انه تم انقاذهم وراح يعيشون ان شاء الله يا رب انها بخير وصحه وسلامه الله يحفظكم احنا دائما نذكرها ونقولها في كل برنامج وفي كل حوار والله الدنيا خلصانه اقسم بالله اي صدق خلصانه والله الدنيا خلصانه ايش في قبيله بعد خلصانه ويا دوب انه تلقى لك اثنين ثلاثه يترحمون عليك باشر عقبه اذا ماتت احتمال ماكو فخلصانه لا تقدر تاخذ وياك ابن لا تاخذ وياك مال ولا بيت ولا سياره ولا كل شيء راح تروح انت وطرق هذا الجفن ما تركي او ربما اذا لقيت احد يشيل جنازتك طبعا ويجيب شي بيه صح اذا لقيتهم كلامك صحيح فهي الدنيا صغيره وما بيها شيء بلذاتها وملذاتها وغيرها والله ما بيها شيء يا ريت اللي يفعل خير يلقاها هنا قدامه فهنيان اللي يفعل خير اي والله الف هنيان اللي يفعل خير يعني هذا كله يزول كل الدنيا زائله يعني الدنيا زائله الابن يروح زوجه المال كله يروح بس يا مرام كريم راح تلقى كل شيء هناك مسجل على كل شيء ربما على دمعه ذرفتها ترحما لشخص هذه هم كذلك تسجل فاتمنى ان شخص انه يعمل لدنيا قبل اخرته ويعمل لاخرته بنفس الوقت وهذا اب انا ما دخلت لكم من باب الابوه وحق وواجب وحرام وما يصير والله سبحانه وتعالى والكتب السماوية والقرآن والإنجيل والتوراة وغيرها والزبور لا هذه كلها حرمت على التفاصيل هذه وأعطت طبعا احترام مهم للأب أخذت بجانب آخر اللي هو جانب الضمير أنه أنت ضميرك شلون ترتاح ووالدك ما تعرف بي وين غض النظر عن الخلافات وعافنا وراح وما كنا صغار وما أدري كذا شخص ثاني إذا توصلني مناشدة الله يعلم توصلني مناشدة لشخص أنا ما أعرفه مثلا ولا ملتقي به ولا شايفه توصلني مناشدة مثلا هو في محافظة بعيدة قسم بالله ما أقدر أنام الليل أتاني بس الصباح يطلع بس الصباح يطلع أتاني أقول لا هذا راح يكون سبب وأنا ما أعرفه وأنا ما أعرف بيكم بإمكاني أنه ننام وما عندي مشكلة وأصير حالي حال بقية طبعا الشباب اللي بسني اطلع اسافر واروح وارجع واضحك بس هذه شيء انه اخذناه على عاتقنا طيب انت والدك يا اخي شلون تقدر تنام وهو تعرف بيه مليون بالمئة هو بالشارع اجت السيارة دعمت اجا واحد اعتدى عليه اجا واحد ضربه سووا له فد اشكال معين نايم جوعان عطشان ادويته بردان أجت الشرطة أخذته وين يروح مريض وأدويته يعني خابرك على أكل ما عندي أكل يا بجيب لك أكل أجي وياك للبيت لا يا شلون تجي على البيت يصير ولا الأكل ولا البيت إحنا ما نقول الرحمة راحت حتى ما أظلم بقية لا الرحمة موجودة الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان وضع في داخله شيء اللي هي الرحمة والإنسانية والضمير والمودة هذه كلها تدخل في خانة الإنسانية هذه جعلها في داخله فالإنسان إذا تخلى عن ذني أو ذني جفن في داخله أو ما فعلهن أو ما استخدمهن فجل احترامي
ما راح يكون هو في خانة الإنسان، راح ينضم لخانة الحيوان. لأنه شنو الفرق؟ الفرق أنه إحنا عندنا عقل، الحيوان جل السامع بلا عقل. فإذا راح من عندنا العقل أصبحنا أنه إحنا حيوان. فالعقل مهم، والضمير مهم، والرحمة اللي بيناتنا مهمة. إن شاء الله يا ربي أنه دوم الرحمة موجودة. أذكر مرة نشر كان طبعاً بوست كان قريته في مواقع التواصل الاجتماعي، كان أكو حديقة حيوانات موجودة في أحد بلدان العالم. هذه حديقة حيوانات في كل ركن من الحديقة مكتوب مثلاً أنواع الحيوانات اللي موجودة، يعني مثلاً الأسد الأفريقي، الكنغر الأسترالي، كذا صفاتهم. فكانت أكو في باب مكتوب به أخطر أنواع وأخطر وأشرس أنواع الحيوانات فيها باب. فالكل العالم تريد تدخل على هذا الباب تريد تشوف شنو هذا الأخطر اللي إحنا شفنا الأسد وشفنا الدب وشفنا كذا، شنو هذا اللي موجود. فمن فتحوا الباب لقوا مراية كبيرة، مراية كبيرة كلش. فهاي المراية عكست الناس، عكست صورتهم بالمراية. فكان شخص هناك واقف قال لهم أنه أخطر الأنواع اللي موجودة على هذه الأرض هو الإنسان، أخطر من كل شيء هو الإنسان. وفعلا هذه الحروب والدماء والقتل والاضطهاد وغيرها والجوع والنازحين وهاي كلها على مود أشياء دنيوية، كلها أشياء دنيوية، حكام الدم. أي صح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يمد لكم الطاعة والصبر والمودة ويحفظ آباكم إن شاء الله يا ربي، ويحفظ أمهاتكم، وإذا كانوا متوفين الله يرحمهم وهنياله يفعل خير، اللي تروح أمه أو يروح والده هو راضي عليه. أيوة. إيش كبرها هذه؟ إيش كبرها؟ والده يموت راضي عليه، يقول لأبناني أو بنتي راضي عليك إلى يوم الدين، والله يفتح بوجهك. أو أمه تموت يقول يا بنتي راضية عنك والله يفتح بوجهك. هذه أمانتش ما قصرتي بيها، هنيالها هذه راح تعيش حتى براحة نفسية طيبة، ما قصرت وياها، بال مرتاح وراحة نفسية ويا حياتها حلوة ويا مسوأة ويا ظلمة اللي يموت والده أو والدته ما راضي عليه، هو ما راضين عليه.